ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري الدكتور عبد الله الأسعد. مرحبا بك معنا. أهلا بك أخي الكريم. دكتور، مع الساعات الأولى لانطلاق العملية العسكرية التركية درع الربيع تتساقط دفاعات النظام وحلفائه من الميليشيات الإيرانية، كيف ترون سير المعارك في ظل تقدم المعارضة برا وتحريرها للقرى والمدن التي سيطر عليها النظام أخيرا؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا الآن أصبح هناك يعني توازن بالقوة والوسائط، وأصبح هناك دعم جوي للفصائل كما كان سابقا. يعني نظام الأسد يقوم المحتل الروسي بقصف المدن والبلدات وحرق الحجر والبشر أمام قواته وتتقدم. طبعا هنا العملية ليست كما يعني كان يفعل نظام الأسد. الآن القوات التركية تقوم بالتمهيد على الجبهات وليس على المدنيين، بينما في السابق كانوا هؤلاء يقومون طبعا قصف القرى وتدمير البنى التحتية وتهجير السكان المدنيين منها. طبعا نحن ننظر إلى هذه العملية بأنها عملية أيضا استراتيجية تستطيع انتقاء الأهداف. يعني قصفت طائرات في المطارات، أخرجت مطارات من الخدمة، مطار النيرب، مطار حماة العسكري، هذه المطارات أصبحت خارج الخدمة. إذا انتقاء الأهداف الأهم استراتيجية، تدمير المنشآت الحيوية، تدمير الصواريخ، منظومة صواريخ بانستر، هذه من أجل شل القدرة الهجومية لهذه القوات. واستهداف الأرتال أصبح أيضا من الصعب مؤازرة القوات والقيام بهجمات معاكسة، لأن قوات نظام أسد الطائفية عندما تتقدم مع الميليشيات من الخلف يقوم استهدافها على محاور التحرك، إضافة إلى قصف المستودعات، مستودعات الذخيرة التي يتم الإمداد منها، طبعا تم تدميرها. بقي هؤلاء الشراذم الموجودين في الأنساق الأمامية عرضة للتدمير والقتل والانهزام، وشوهد طبعا على وسائط الإعلام كيف يتم هروبهم من أرض المعركة. دكتور عبد الله، إلى أي مدى ترى أن المضادات الجوية والمسيرات التركية أحدثت فارقا في العمليات الأخيرة؟ طبعا بالتأكيد يعني أحدثت فارق كبير جدا، لأنها هذه الطائرات يعني من أحدث الطائرات التي طبعا تستطيع حمل حوالي 700 كيلوغرام من المتفجرات، تستطيع التحليق على ارتفاع أكثر من يعني 40 ألف قدم، توجه من قبل الأقمار الاصطناعية. طبعا في بعض الأحيان من هذه الطائرات لا تستطيع الرادارات اكتشافها، وتقوم طبعا بتدمير منطقة قطرها حوالي 70 متر، فهذه تستهدف الراجمات الصواريخ وتستهدف الدبابات وعربات مشاة قتالية على محاور التحرك، إضافة إلى قوات الدفاع الوطني تدعمها القوات التركية بالتحرك على طبعا على الجبهات وتدمير العدو على الجبهات الموجود فيها التي كان قد سيطر عليها في السابق. ماذا عن الموقف الروسي من ما قام به الأتراك في الآونة الأخيرة أو في اليومين الأخيرين ومن هذه العملية التي أعلن عنها؟ طبعا يعني اليوم على ما يبدو ان الاتراك طبعا يعني ما لوحظ بان القوه الجويه التركيه التي كانت طبعا تدمر كل شيء ظهر اليوم بانها لم تتدخل في المعركه، وحتى بعد اسقاط طائرتين لنظام الاسد، وما لا ادري ما اذا كانت الخبر اسقاط الطائره الثالثه يعني تم التاكد منه، غياب يعني طائرات نظام اسد عن الاجواء والحاق بها الانكسار في إرادة القتال والروح المعنوية. وما يجري الآن يعني ضمن منظومة نظام أسد العسكرية طبعا تخبط كبير جدا نتيجة طبعا التفوق الجوي الذي أحدثته هذه الطائرات. نعم، هناك من يرى أن العملية التركية تخدم روسيا من جهة تحجيم القوات الإيرانية وميليشياتها، هل توافق على هذا الرأي؟ لا أوافق على هذا الرأي نهائيا، لأن القوات التركية طبعا يعني
ما قامت بهذا الموضوع الا من بعد ان احست بالغدر من الروس طبعا بكل معنى الكلمه، وما حدث منذ 3 ايام عندما استهدفت طبعا القوات التركيه وذهب ضحيتها ثله من الشهداء. طبعا هذا طبعا لا يعني يبرئ منه، لا يبرئ منه الروس. هذه عمليه اتوقع انها عمليه يعني التي يقوم بها الاتراك هي عمليه بملء اراده الاتراك ليس اتفاقا، وما جرى طبعا من الان تحشدات على الارض وتحضير السلاح التقني والوسائط التقنيه في مناطق التحشد يشير الى ان طبعا هناك يعني قرار تركي بحت بعيدا عن كل التفاهمات من اجل طبعا حمايه الامن القومي التركي والالتزام بان التركي اعتبر نفسه مسؤولا وضامنا بكل يعني دقه واخلاص ان لا يخدع الشعب السوري، وتبين ان التركي هو الصادق الوحيد مع الشعب السوري من أجل طبعا خلاصه من كارثته الإنسانية التي يعاني منها على مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي بالكامل. شكرا لك دكتور عبد الله الأسعد من إسطنبول الخبير العسكري السوري.